بلاغ إن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المجتمع يوم الثلاثاء 4 ربيع الثاني 1438 هجرية الموافق ثلاثة يناير 2017 ميلادية بعد مدارستها للتطورات السياسية عامة ومسار التشاور من أجل تشكيل الحكومة واعتبارا لكونها سبق أن رحبت بالقرار المبكر لحزب الاستقلال بالمشاركة في الحكومة دعماً للاختيار الديمقراطي وتجاوباً مع نتائج اقتراع 7 أكتوبر 2016 وبالنظر إلى تداعيات التصريحات الأخيرة للسيد الأمين العام لحزب الاستقلال وما أنتجته من معطيات جديدة ووضع معقد وبعد الاطلاع على القرارات التنظيمية والسياسية التي عبر عنها المجلس الوطني الاستثنائي لحزب الاستقلال وخاصة تحديد تجديد تأكيده على مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة وتأكيده أن رئيس الحكومة سيجد في حزب الاستقلال سندا سياسيا قويا ودعما فعليا سواء داخل المؤسسة التشريعية أو في الممارسة السياسية بصفة عامة وأن حزب الاستقلال يعتبر نفسه جزءا من الأغلبية البرلمانية أيا كانت التطورات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة فإن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تؤكد على ما يلي أولا تنوه بالرسائل السياسية الواضحة في البيان الختامي للمجلس الوطني الاستثنائي لحزب الاستقلال وتتمن عاليا تفهمه للتطورات السياسية وتغليبه للمصلحة العليا للوطن وتقدر إشارته إلى حزب العدالة والتنمية وتحيته لموقف الصمود الذي وقفه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بخصوص حرصه على مشاركة حزب الاستقلال بالحكومة. ثانياً، تتمن إيجابياً قرار المجلس الوطني الاستثنائي لحزب الاستقلال والتوجه الذي عبر عنه الحزب باعتبار نفسه جزءاً من الأغلبية البرلمانية. بغض النظر عن مشاركته او عدم مشاركته في الحكومه وبما يؤسس لمرحله جديده لتكتل القوى الوطنيه وتحالفها لمواجهه كافه التحديات الداخليه والخارجيه ويعتبره موقفا تاريخيا من حزب تاريخي في حق حزب العداله والتنميه في حق حزب العداله والتنميه مؤسس على تعاون وثيق بين الحزبين خدمة للمصحة العليا للوطن وتقوية للديمقراطية ودعم لاستقلالية القرار الحزبي وذلك انطلاقا من القناعة المشتركة بأن خدمة الوطن تقتضي الوقوف في الموقع الصحيح من التاريخ وليس في الموقع الحكومي أو غيره ثالثا تدعو, تدعو الأخ الأمين العام أي الأمانة العامة رئيس الحكومة المعين لمواصلة التشاور من أجل تسريع تشكيل الحكومة في إطار المعطيات السياسية التي نتجت عن انتخابات السابع من أكتوبر 2016 واستحضار للمبادئ والقيم التي يؤمن بها الحزب وحرر بالرباط في 4 ربيع الثاني 1430 هجرية الموافق 3 يناير 2017 الأمين العام الأستاذ عبد الله بن كيران قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديرو جيم